وللمزيد حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. تحياتي زملائي في الاستوديو، تحياتي مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. وقع الأمر أن الجهود المصرية مكثفة ومتنوعة على مسارين رئيسيين في هذا التوقيت، مسار دبلوماسي بهدف إنجاز صفقة الرهائن والوصول إلى هدنة سريعة بين حركة حماس وإسرائيل، وهو ما يترقبه المجتمع الدولي من جانب والمنظمات الإقليمية والدولية والإغاثية التي تعمل في المجال الإنساني تحسبا لهدنة وبالتالي وقف إطلاق النار ومن ثم زيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل قطاع غزة. أما الجانب الآخر فهو دخول المساعدات الإنسانية. إذا تحدثنا اليوم عن معبر رفح وحتى هذه اللحظة نتحدث عن دخول ما يقرب من 178 شاحنة مساعدات متنوعة سواء من مصر أو من مختلف دول العالم عبر منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز واثنين للسولار، فضلا عن استقبال المعبر ل 39 جريحا ومصابا وأيضا 89 من مرافقيهم. وبالتالي هذه الجهود المصرية لا تقتصر على معبر رفح، بل هناك أيضا ميناء العريش البحري والذي يوجد به سفينة تركية وأخرى ليبية، يعني يتم تفريغ حملتهم بشكل يومي وتسليمهم للهلال الأحمر المصري إذانا بتسليمهم لقطاع غزة وأيضا مطار العريش، ومنه تنطلق العديد من عمليات الإنزال الجوي المستمرة سواء من جانب مصر أو من جانب مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لمنطقة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى قيام طبعا الهلال الأحمر المصري بتوزيع عدد من الوجبات الجافة المكونة من البروتين الحيواني على سكان قطاع غزة وتحديدا داخل المخيم الإغاثي الأول والثاني الذي أنشأته الحكومة المصرية بتوجيه للهلال الأحمر المصري. كل هذا يأتي بالتزامن مع تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة من جانب مصر أو أيضا هنا في مدينة العريش للعالقين والجرحى والمصابين وتوفير لهم كل الخدمات الإنسانية والإغاثية. نعم زملائي في الاستوديو.